تابع حديثنا مع ضياء العزاوي ومحمود العبيدي بإطار حديثنا طبعا عن المعرض اللي راح تستقبله سوليداد بين 24 الشهر و 18 الشهر القادم بعنوان الفن في العراق اليوم. استاذ محمود، يعني بين تورونتو، الدوحه، لوس انجلوس، اونتاريو، وين بعد في اي بلاد بعد برامج؟ لا، في مرورا هذا سكنت ب بس انا استقريت في كندا فتره طويله وحاليا في الدوحه. بين انا اللي بياثر اكثر بالفنان هو لما يترك بلده، ولا اللي بيترك فيه اثر اكثر هو انتقاله من بلد الى بلد، من ثقافه الى ثقافه، لغه الى لغه؟ في تاثيرات، في حتى المكان، في تاثير المكان. وطبعا التاثير الاساسي هو لما يترك بلده، هذا يعني التاثير المستمر مع الفنان. اريد اشير النقطه الثانيه اللي تحدثنا على جيلنا، جيل الثمانينات. انا دائما افكر بهذا السؤال، انه شو كان الدافع بعملنا هذا؟ ليش؟ شو كان يدفعنا نعمل؟ قبل فتره اكتشفت مساله، انه كان الخوف من الموت بسبب الحرب. كانت حرب ضروس في ذيك الفتره بالثمانينات. الخوف من الحرب كانت الدافع الأساسي، خوف من الموت الدافع الأساسي، أنه كنا نعمل كأنما هذا عملنا الأخير. كل عمل نسويه نريد نترك عمل هذا عليه اسمنا يبقى لا. فهذا أعتقد الدافع الأساسي كان بالنسبة لجيل الثمانينات للعمل. وبتتصور أنه هذا أيضا يعني نقطة متشابهة بك؟ أنا سألت واحد أقول أنا أعتقد أنه هذا كان السبب. بعدين بعد التسعينات الحرب استمرت، والألفين أنا أعتقد الاستمرار أثر بتدمير، بالعكس صار العمل عكسي. يعني هو الثمانينات خلق، قد يكون خلق جيل عنده عمق بسبب الحرب، بس استمرار الحصار والحروب الى اليوم هذا دمر البنى التحتيه، دمر بالنسبه للفنان والجزء الابداعي بالانسان العراقي. بنلتهي بمسائل اخرى طبعا بالتاكيد. بدنا نشوف كمان، يعني اذا فينا نشوف صور اللوحات اللي حتعرض خلال المعرض على الهواء. هون عم نشوف مجموعه من الصور. استاذ ضياء، السبب الاول يعني لهيدا الجمع بارت ان ايراك توداي، او يعني الفن في العراق اليوم، هو الاضاءه على معاناه الفنانين اللي اضطروا انه يتركوا العراق بوقت من الاوقات، ويعني اللي كونوا خبراتهم الاولى مثل ما بتقولوا بالعراق. هل يعني هالخبرات الاولى اللي تكونت واللي جمعت بينكم، شو ضل منها لما تركتوا؟ لا، لان هي الفكره، اولا انا بدي اشير واكد انه هاي المجموعه هي جزء من مجموعه اكبر موجوده داخل، يعني في الشتاء كان لانه ظهروا فنانين تدربوا او تعلموا في الغرب واصبحوا اسماء موجوده ضمن الحركه الفنيه بالعالم. اختيار المجموعه اللي هم بدوا حياتهم الاولى او دراساتهم هي في العراق، هي محاولة لتأكيد على أن وجود هؤلاء الناس والظروف اللي اضطرتهم لخروجهم من هذا من البلد هي عامل أساسي في تطوير تجربتهم وإيجاد العلاقة، أو ليس العودة بقدر ما هو إيجاد شيء من الانتساب للتجربة العراقية. لا يمكن لشخص مثلا محمود العبيد موجود في تورونتو أو الآخر موجود في السويد أن يكون هو جزء من التجربة الموجودة هناك بقدر ما هو جزء من التجربة العراقية اللي هي جزء من التجربة العربية. هو سؤالي كان أكثر، هل يعني كمان اللي بيبقى، هل بيرجع بيدفعك لإعادة العلاقات مع الفنانين يمكن موجودين اليوم بالعراق واللي اسمه متداول بالحركة الفنية؟ هل بتحاولوا تشجعون؟ هل في كمان بينكم أي لقاءات أو مراسلات؟ بالتأكيد احنا يعني دائما، يعني اللي بيصير المعرض هو نموذج بشكل عام، لأنه في فنانين آخرين بالتأكيد ما موجودين بالمعرض. دائما في محاولات نتواصل مع الداخل، وإن شاء الله خلال سنة أو سنتين راح تطلع تجارب جديدة تنضم لهذه التجربة. طبعا اللي عم تحكوا عنه مش غريب على الشعب اللبناني، اللي كمان بكثير من الحقبات يمكن أكثر من مجموعة طويلة من عشرات السنوات اضطر كمان أنه يغادر ويترك قلبه بلبنان ويظهر إلى خارج لبنان للدراسة، للفن أو لغيرها من المواضيع. فأكيد بنحس معكم، وبكون المعرض معرض وضعنا أكثر. لكن بدي كمان أدعي مرة من جديد بنهاية المقابلة المشاهدين إلى مركز بيروت للمعارض بسوليدار بين 24 و 18 الشهر للفن في العراق اليوم. شكرا لكم واهلا وسهلا فيكم. شكرا جزيلا. بريك مشاهدينا ومنتابعينا.